مشاهدي قناة شوف تي في، ساكنة مدينة الدار البيضاء خبر يهم الجميع. وحنا كنعرفوا المواضيع اللي كتناقش بشكل كبير في موسم الصيف، الكراسة والباراسولات. فالموضوع وعكس المواضيع السابقة، فمجلس المدينة في عقد يستمع لمدة 3 سنوات بمباركة الوالي، فتم تجهيز الشاطئ بالكراسي وبالباراسولات وكذلك حتى بالغولات، مع تخصيص مساحة مهمة لكل شخص رغب أنه يجلس يعني بشكل أحادي بكل حرية، أنه يستغل الرمال أو يجيب معه الفوطة ديالو أو يجيب معه الباراسول ديالو. فالأمور هي محددة في دفتر التحملات، كاين الباراسولات وكاين الكراسي وكاين لي غولاكس. هنا الأمور مفاهمين. دابا الناس كيسمعوا صفقة الكراء أو تجهيز الشاطئ كيظنوا بأن حتى دوك الرمال ممنوع أنك تحط فيهم رجليك. لا، في دفتر التحملات كاين واحد المساحة مهمة كبيرة مخصصة للمواطنين بكل حرية، أنك تجلس تجيب الكرسي ديالك، تجيب الباراسول ديالك، تجيب الفوطة ديالك، نعس في الرملة، شغالك هادوك، أنت حر، حرية كاملة. الكراسي والباراسولات ولي غولاكس مخصصين الناس اللي باغيين الكراسي والباراسولات. اللي ما باغيهمش هو حر أنه يجلس فين ما بغى. غادي تسألني فين نقدر نبرك؟ في أي مكان أجبك. ما بين الكراسي تقدر تبرك، ما بين الكراسي تقدر توقف، شغلك هذاك. البحر قدامك، الشاطئ قدامك، الرملة قدامك، هذاك الكرسي وذاك الباراسول اللي بغاه راه غادي ياخذو، واللي ما بغاش راه ماشي غادي يفرضوه عليه. جيب انت في الكرسي ديالك وجيب الباراسول ديالك وبرك، شغلك هذاك. لأن اللي وقع هو السنة الماضية أو قبل السنة الماضية كانوا تمنعوا الناس اللي كانوا كيزاولوا هاد المهنة هنا ديال الكراسي والباراسولات، والناس لقاو راسهم يعني في واحد المحنة انك تجي تسول هذاك، والشمس والصيف وما كاينش كرسي وما كاينش باراسول. فما يمكنش انت غادي تجي من الدار عندك جوج الوليدات والمراه وانت وتجي معاك 4 كراسي وتجي معاك باراسول. الناس كتجيهم سهلة ان يلقى باراسول، يلقى واحد الخدمه. كيبقى غير فقط الاشكال في الثمن، يكون ثمن مناسب وامور ميسره. النظافه كذلك كاينه في الكيت شارج. الشاطئ خاصو يكون نظيف. رجال الامن قايمين بواحد الحمله، مرفوقين كذلك حتى بالقوات المساعده، الوقايه المدنيه هما متواجدين هنا في شاطئ الدياب. فعطيتكم فقط غير هذه المعلومه باش الناس ما يبقوش يتكلموا لا وراح حطوا ثاني. لا، هذه راه صفقه كتجمع مجلس المدينه مع مستثمر مغربي بخصوص تجهيز شاطئ الدياب بالكراسي والباراسولات. وهذا اللون اللي كتشاهدوا امامكم هو اللون تحت طلب الوالي مهيديه، يطلب منهم انهم يكون لون موحد عكس السنه الماضيه، الجري والبيض. المهم هذه غير معلومه بارطاجينا معكم باش ما تبقاوش تكون في مغالطات على طول الشاطئ. غادي يبان لكم، شوف نعطيكم واحد الحاجه، الا بان لكم شي كرسي او لا عفوا شي باراسول ما فيش اللون الابيض، عفوا غير شي واحد جابو معاه من الدار. ممنوع منعا كليا تواجد باراسول احمر ولا اخضر ولا لون واحد اللي كاين هو الابيض والجري، وهذا اللي كتشاهدوا امامكم على طول الشاطئ. حمزه برو سي جليل بهنينا واجل المسيره. لا لا والو، تما الموت البطيء هذوك. اماني استاذ سلام، واش الباراسول الفلوس؟ بطبيعه الحال فلوس، بطبيعه الحال، لان هنا عطاك الحريه انك تجلسي. بغيتي تبركي في الرمله بركي، بغيتي تجيبي الكرسي ديالك جيبيه، بغيتي تجيبي الباراسول ديالك جيبيه، هذاك الشيء انت حره فيه.
اما لا غادي تستغلي الكرسي باراسول اللي حاطينهما فراه اكيد غادي تخلصيه، غير هو الثمن راه مناسب على حسب كيت شارج اللي شفنا. هذه خدمه الناس، بحال دابا انا غادي نجي نوضر، ما يمكنش غادي نجمع هنا سبعه الكراسه وربعه الباراسولات، ما يمكنش، لان خاصني هوندا ديك الساعه. عثمان قال لك المكوان واللي بغى يجيب معاه دلاحه ولا كوكوط مرقه واش هانيه، شفت دابا بلاتي واش حنا جايين نخيموا هنا ولا جايين الموسم. اخباركم من مزيان عثمان جبت هذه النقطه هذه، راه حتى الا جا عندكم شي واحد وقال لك حيد داك ليزار من اللور، عرفت اللي كيديروا داك ليزور كيضرغوا داك الباراسول، اما ممنوع منعا كليا انك تجيب معك ليزار ولا تجيب معك طلميط ولا تجيب معك مانطا، ممنوع منعا كليا. يجوا عندك حتى العمال اللي كاينين هنا لتحت، ولا يجي عندك الناس ديال السلطه المحليه هذاك تخرج العينين، لا ولا بغات تسر بغات تسر في داركم، لان هذا فضاء عمومي ما يمكنش تجي انت دير باراسول. كاين ولاو الناس كيديروا كياخذوا جوج باراسولات وكيجيبوا جوج ديال ليزور، واحد صفر وواحد خضر، وكيلصقوهم والناس اللي باركين اللور مساكن ما كيبقاو يشوفوا والو، وحتى لداخل شنو كيوقع الله اعلم، راه كاين اللي كي المهم ثم راكم فاهمين، راه داكشي راه خطير اللي كيوقع زعما باش ما يشوفنا حد، ولا داكشي سال الدار اخويا وسرحوا مع راسكم وشغالكم هذاك، بغيت الحرية ديالك كاملة في الدار ماشي في البحر. المهم اللي بغى يجي بلا ما يجمع داك ليزار ويجمع داك الفوطة ويجمع داك الطلامط ويبدا يتغطى ويبدا يسد على عباد الله، راه ممنوع، راه يجي ويحيدوا لك داكشي وغتولي غير في المشاكل انت وياهم، انت ما غاديش ترضى غتقول كلمة هما غادي يقولوا كلمة غتولي في المشكل، اللهم بلاش. البحر خاصو يبقى هكذا بهذا الشكل، كرسي باراسول كلشي بعيد. اثر العام اللي فات انا رمت بالضحك بهذا، ما كتعرفوش بحر ولا في شي فيلم ديال الرساله ولا ديال غزوه بدر، ديك الافلام اللي كانوا كيصوروا لينا ذوك الخيام. دابا لا، دابا راه كاينه الجماليه، باراسولات بيضين كراس بيضين صافي الامور باينه. شكون بلاسي السلام اخي جاوب لي انا الباشيه الزرقاء ديامل، الباشيه الزرقاء ديال الباشيه الزرقاء كدوا على هادو، كدوا على هادو، هادو ديالهم هادو. رشدي رشدي قال لكم خاص احترام المسافة بين الباراسولات باش المواطن إلا جا يحط الباراسول تاعو ويجلس مع وليداتو مرتاح. كلامك معقول، كلامك معقول با رشدي، ولكن كيبان لي بان كاين المساحه، تقدر تزيد القدام، تقدر تبرك الوسط، تقدر ترجع للور. شوف البحر ديالك، انا كنقول لكم غير شنو كاين، ما تجيبوش عار الله، ما تجيبوش داك لي زور ودوك الطلامط وتبداو تخيطوا فيهم وترجعوا بحال الدار، راه الشوه هذيك راه ما خاصهاش تكون، داكشي راه قديم. عاد دوك اللي كيجيبوا كسكسو، عاد كيغسلوا الماء في البحر لتحت، بطاطا كتبان لك كتعوم مع الحوت، راه شي حوايج كياكلوا كيخلوا الزبل ديالهم، ما تمشي للدار تتغسل الماء يعني بالماء والملحه، الى الماء ديال البحر، القرعة مليوحة فوق الرملة، اللفت ما تعرفوش بحر ولا شنو. حمزة الكوكوت كوكوت المهم هذا ما كان، انا فقط عطيتكم غير المعلومه. دابا واحد شوف ندخل معكم سميتو ولا اسم جابير قال لك واقيلا الاكسجين اللي كتنفسو غادي نخلصوه، دابا جاب هادي لهادي وما دوا معاك. انا مثلا باغي نجيب الدار اخويا، ما باغيش نتكرفس انا من الدار، ما باغيش نجيب معايا كراسي وباراسولات باش ما نتبرزطش،
باغي نجي باغي نكري كرسي وباراسول، انا حر. انت ما بغيتيش كرسي وباراسول، انت حر، برك فين ما عجبك، جيب كرسي ديالك وجيب باراسول ديالك، جيب فوطه، ما تجيبش فوطه شغالك هادوك. انا كنعطيك فقط غير اللي كاين. لا رضوان ام جيد اخويا، الا جبت الباراسول ديالي وجا عندي شي حد وقال لي خلص واش من حقه؟ لا 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 لا, لا. وياك لا، جبت الباراسول ديالك، انت حر، عندك الحق انك تجيب الباراسول ديالك، وعندك الحق انك تجيب الفوطه ديالك وتبرك في المعجبك. هذه واحد النسبه خلاوه مفتوحه للناس المواطنين، الكرسي والباراسول الناس اللي بغاو يكريوه، هذه خدمه مقدمه، بغيتيها تخلص وتبرك، ما بغيتيهاش شغلك هذا، جيب الكرسي ديالك وبرك، ما كاين اللي غادي يحبسك. لا ما كاينش عادي السادي، ما كاينش هاد القضيه ديال لا حقه كاري بلاصه، ما كاينش هادشي. المهم انا كنقول لك اشنو كاين، بغيتي تاخذ هادشي اللي كنقول لك خذ به، ما بغيتيش انت حر. يجي عندك شي واحد يقول لك حقه هادي ما هادي، ما كاينش. لا انا كاري ما كاري، راه كاري، ولكن راه في الكاي تشارج كاين واحد البورسونتاج خاص للمواطنين انهم يجلسوا فين ما بغاو وكيف ما بغاو، ما كاين اللي غادي يبرطك. الكرا خاص بالبلاصه محطوط فيها الكرسي والباراسول، صافي. يلا تهلاو في رؤوسكم، الله ييسر الامور، الله يعاونكم. انا عطيتكم فقط شنو كاين، بان هادشي راه قانوني وبمباركه الوالي، وهو عقد قانوني تجهيز الشاطئ بالكامل مع تخصيص واحد النسبه جد مهمه فارغه للناس. اي حاجه كتبان لك خاويه هنا في البحر، ما بين الباراسولات هي ديالك، جيب باراسول ديالك، جيب الكرسي ديالك، جيب الفوطه ديالك، شغلك هذاك. هاد الباراسولات اللي كتشاهدهم بهذا اللون الابيض والكري، هادو كلهم ملي كتشوفوا البيض والكري، وهادشي اللي غادي تلقاه. ما يمكنش انك تلقى باراسول فيه الصفر والزرق والاحمر الا ما كان ديال واحد جابو معاه. اذا تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. منير جلول، غتلقوا النسبة ملي كتمشي ما كتلقاش حنين منين دوز. هاي هاي قدامك، ها هو البحر خاوي، ما بين الكرسي الباراسول، الباراسول تا هو ديالك. بغيتي تمشي جهة البحر سير تا هو ديالك، ما كاين اللي غادي يحبسك.